بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لو قال لك أحدهم إن هذا الشاب الواقف أمامك سيكون رئيسا لدولتك، فإنك تحاول أن تتقرب إليه وأن تصادقه وأن تكسب رضاه، لعلك تحصل على شيء ما عنده حينما يكون رئيسا. النبي قال أكثر من ذلك بالنسبة إلى حفيده الحسين، قال إنه سيد شباب أهل الجنة، وكما نعرف فإن أهل الجنة كلهم شباب، فهو رئيس في الجنة، سيد في الجنة. ولكي تحظى برضا الله عز وجل وأن تكون من أهل الجنة، فحاول أن تتقرب إلى الحسين. قد تقول أين الحسين حتى أتقرب إليه؟ أقول لك إن الحسين حي يرزق عند الله، يراك ولا تراه، ويسمعك ولا تسمعه، فباستطاعتك أن تتقرب إليه. فإذا تقربت إليه فإن الله يحبك، أحب الله من أحب حسينا. فحتى تكون واحدا من أهل الجنة ومن سلاطينها، حاول أن تكون مع الحسين. فالحسين راية ورؤية وروية، الحسين طريقة في الحياة. حاول أن تكون من الذين يتبعونه في هذه الدنيا حتى تحظى بالجنة معه في الآخرة. فهذه دعوة لك إلى الملكوت. والسلام.